معانا الأستاذ أحمد من مصر، برحب بيك يا أستاذ أحمد. صباحك كل حرية يا أستاذ. أهلا بيك، ربنا يكرمك يا رب. اتفضل يا فندم. بالنسبة للناس دي يا أستاذ أحمد، حقيقة يعني إحنا بقينا مستائين كل الاشتياق من التصريحات الخزعبلية بتاعتهم. والأستاذ نجيب ساويرس عايش في الجونة وعايش في القصور اللي عملوها من جثة الناس اللي بيتهكم عليهم النهارده. ماشي، بس الجونة والحاجات دي يا حاج احمد بيدينوا البيوت من بره وبيعملوا واجهات شيك. الراجل عامل اللي عليه، مش مقصر بصراحة. يعني احنا بإذن الله هنعمل معاهم عمل حلو ونسيب البيوت اللي مش عاجبهم دي ونطلع نقعد احنا في القصور اللي عملوها، والقصور بتاع مصر اللي هي تخصنا يعني بتاعتنا، والجونة اللي بتاع مصر. ولازم الشعب دون يصبح ياخد حقوقه من العصابه والخونه والظلمه اللي كلوه والنهارده بيتهكموا عليه. هم سرقونا والوقت بيذلونا كمان. هم عاوزين يموتوا الشعب ده من القهر يا استاذ احمد. عاوزين يموتوا الشعب ده. الشعب ده احنا بعد ما ربنا بعت لنا حبه الاعلاميين المحترمين اللي رفعوا وعي الشعب ده، الشعب ده لما فاق وعرف الحقيقه، الشعب ده النهارده بينقلب. الشعب النهارده من تصريحاتهم، مين اللي بيألف لهم التصريحات دي؟ الكوميدي خليل ولا عادل ادم؟ مين اللي بيألف لهم التصريحات دي وبيطلعوا يتطرهوا على الشعب المصري، والشعب المصري مش عارف ياكل عياله، والناس جاعت والناس دخلت السجون، وده طالع يقول لك الناس مش عارفه تركب مواصلات يا بيه. الناس مش عارفه تركب مواصلات ولا تصرف على بيوتها يا بيه. الناس دي بتطلع تعلي ضغط الشعب المصري. وانا ليا طلب عند حضرتك يا استاذ احمد. اتفضل. الجماعه اللي انت بتديهم مساحه اللي هم تقريبا زي الاستاذ عرفات تقريبا اللي بيأنسنا على طول وبيطلع برضه يتكلم معانا، عاوز اساله الاعلام اللي المؤيد للنظام بيدي فرصه لحد يتكلم؟ روحوا هناك يا اخي وسيبونا هنا نتفك. احنا الشعب طرشه يا عم الحاج، والله وبالله الشعب هيطلع عليهم يفرمهم وهياكلهم بسنانه. أنا يا حاج أحمد أهوت زي ما أنت شايف معاك المساحة، ولم أقاطعك طوال المكالمة، وقلت رأيك بكل حرية وبكل أريحية. ودائما وأبدا بنرحب بكل الناس على شاشة قناة الشرق وفي برنامجكم بالعربي. بشكرك شكرا جزيلا يا